السلام عليكم متابعين الاوفيان، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، ونلقاكم هذا الفيديو ان شاء الله في احسن الاحوال. اليوم جيتكم بفيديو جديد، معلومات جديده. نتمنى هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم. بالنسبه للفيديو اللي كنت وعدتكم في هذا الفيديو، الناس اللي مهتمين بالدراسه في هنغاريا، هذا الفيديو غادي تخرج منه ان شاء الله جميع المعلومات اللي غادي تطرح عليه في الاسئله. فقط تبع الفيديو حتى الاخر غادي تعرف جميع المعلومات وجميع الاسئله اللي غتطرح. كيبقى فينا الحال فاش كنسمعوا شي واحد راه تنصب عليه باغي يسكي في قوارب الموت ولا عن طريق الحريق. المهم هذه المعلومات خاصه الناس اللي تحت 25 سنه لتحت. ما عمرني قلت لكم بارطاجيو شي حاجه الا هذا الفيديو، نتمنى بارطاجيو مع صحابكم الاقارب ديالكم باش كلشي يستفد، وربما تكون انت السبب باش توصل لهذا الفيديو ان شاء الله وهذه المعلومات. المهم الا كنتي اول مره كتفرج في هذه القناه، كيشرفني باش تابونا باش ديما يصلك الجديد، فعل الجرس، لايك الفيديو، تعليق. هيا نبداو في الفيديو. المهم الدراري اللي انتريسي بالدراسه في هنغاريا ياك، المهم الله يجي يكون ما يكونش في حتى انايا. تخيل معايا الوقت اللي دفعت ليه كون كانت عندي 26 ما كنتش غنكون اليجيبل لهذاك. اوكي خصك تكون قل من 26. قل من 26 قل 5%. شي واحد يسجلك تما؟ لا انا سجلت راسي بكل شيء. نسيت كي نسيت كتسجل فيه اون توت اوتونومي بحال هكا، كتدفع وريقات كتدفع كتمشي للقنصليه. الله يسهل عليك. شحال كتقام لك لافير؟ المهم 5 مليون طياره صافي فيها كلش يا فيها بنادم كيجيب 15 مليون كاتو كرسي جينا غادي تخدم ما تبقاش حتى فين فيها هذه هاي راك بديت شويه صافي سمعتيني انا ليك الحمد لله. المهم غادي نخليكم معلومه جديده الحمد لله فيها هذه باش ما نحتاجش عليكم في الهضره. هذه هي الكارطة اللي كنوريها لهم. معليش الدراري نتاعنا ما يديروا فيها. هذه فيها عام. انت 5 مليون. يدور بها اوروبا كاملة. مشيت للطاليان. مشيت بها حتى للبلاد ماما. لكن مشيت للمغرب باسكو اوروبا يا علم اوروبا واه الطابع. حتى انا عندي بحال هذا في لاكارت ديالي. دايرة بحالها ولا هاي الخريطة تاع اوروبا. باوي الموفي. هي هذيك. صافي ودفعت لهم اخويا وتشسرات. وهذا السيت هذا تقدر تعطيه للدراري. طبيعة الحال ايوا صافي اخويا. المهم ها هو الدري غنحط لكم السيت اخوتي تحت الفيديو. طبيعة الحال اصاحبي نطاقيو لهم السيت اخويا اللي بغى يسجل اخويا يطحن اخويا هنغاريا يا والمش لي زوين ما كيطلبوش بلوكاج فهمتيني؟ كيطلبوش بلوكاج والله والله ما كيطلبوش بلوكاج. وهاد الفلوس هادو لمن كتصيفطهم كي كدير تخلصهم؟ كتخلص انت كتخلص كلشي بالبنك كارد بنكير كلشي كدير لهم فيرمو هما تيعطوك تيعطوك ليبان في الريب ديالهم. ملي كتمشي للبنكا حيت اصلا هما ملي كيصيفطوك لاكسبتاسيون كيعطيوك معاه واحد البروف ماشي بروف الريسي لا واحد العيب باش كتمشي تخلصهم باش هذوك الفلوس ديال المغرب حيت الا مشيتي للبنكا بلا واحد جوستيفيكاتيف بانك تصيفط هذوك الفلوس ما يقبلوش شنو تيعطيوك هما جوستيفيكاتيف ما يخرجوش الفلوس من المغرب غير كيدخل الامور غنعاود ليهم لا تقد الامور العائله لا تقد الامور او الخالتي الحمد لله على سلامتك. عارف العائله كيحرقوا راك عاد جديد اخويا الحمد لله. انا اخويا المهم الدري نورا نورا اختي شنو نقول لك انا درت بريبا اني بريباراتوار ديال لونجلي فهمت انا اصلا ما نمشيش باش نقرا لونجلي ميك على لا فام اخويا كوميم دوزت معاه دوزت في هنغاريا شهرين هي صراحه زوينه زوينه كنت ساكن حدا رومانيا صافي ابخي خديت الطياره من بعد مشيت درت مشيت للطاليان هبطت عاوتاني لبلجيكا هبطت في بروكسل من بروكسل دخلت الليل من الليل دخلت الروان رون جيت الفار انت انا جيون في تكون خويا ماضي هادشي اللي كاين جميع المعلومات ما يقد عليها ما كتطلبش اخويا ما كتطلبش اخويا بلوكاج ما كاينش بلوكاج في هنغاريا ما كاينش بلوكاج وراك جيت هنا يا خويا ما كتبلوكيش تبقى من زايدين كتمشي كتحط الفلوس 5 مليون كتحطها هذه ابار كتحطها وكتخرج واحد الورقه من البنكة كون كوارا عندك هاد القدر ديال المال هذا ردوها لك هي الاول غير باش كيقولوا كون كوارا الا مشى عنده بعدا 5 مليون يقدر يخدم يقدر يجيري بها حياته تما كي المهم اذا كانت عندك لاسيغونس ترد لاسيغونس وما رديتهاش كيكون لا كومباني كاتيفيك ديال ردوها نهضروا معاهم ردوها عندي هنايا 26 ابار انت الا فتي 26 عام نقدر نقول لك ما عرفتش ولكن تقدر تيسيو لو سينون تقدر تكونتاكتي الجامعه
حيت الجامعات تقدر تكونتاكتيهم باغ ميل وراك يجاوبوا. تخيل معايا والله تشكي يجاوبوا. علاش فاش دويت مع الجامعه باغي يجاوبوا حتى لو فيها كانوا يجاوبوا. حتى الدراري اللي تيجي. كيف حابي واش داك الشيء تخربيط؟ نو 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 نو. ابخي جي اكسيليغي لي ديمارش. تاك 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 تاك. نيستهم جاوبوا قلت صافي هذه هي. ومن اللي دوموندو لي فلوس. ما تسوقش انا داك حيت دوموندو لي باش تخلص. فوالا لو شيكال لو. دوموندو لي باش تخلص 2800 اورو. وتخيل معايا انا عرفها هاد الطياره هذه الخضراء الخضراء ديال ايبيريا تاع اسبانيول واه هونغ كونغ ايبيريا هنا هونغ كونغ ايبيريا خويا ما عرفتش فين ها لاسيرونس ما انا عندي لاسيرونس عندي بلاصه وكذا خاصني نقلب عليها باش نجيب خمسه كثيره واخويا خمسه ماشي كثيره خمسه ماشي كتبلوكيها ولا هما اللي كياخذوها خمسة غير كتحطها انت عندك في الكونت ابخي ما كتخرج لك الفيزا صافي كتحيد ديك الخمسة شوف انت انا كيفاش درت حتى دبرت عليها قلت بلاتي نصوني لهم نقول في الدار انا مشيت غير عند واحد خونا في لاجونس ديال البنك دويش معاه فهمتي كي كون كوارا ندير طون نون فامي دويش معاه ودبرت عليه ولا دات دو فواياج تتفهم صيفط لي هادو باش انا دبرت عليه هو على هاد مليون وحط ليا في الكونت وخرج ليا الروسي وابخي صافي اللي خرجت ليا الفيزا راه حيدها هو علاش ما عادش 5000 درهم 5000 درهم اللي خدا في هاد لافير باش ما نكسبش عليكم بزاف السنوز عندنا في وجده السنوز لاباس عليهم انا الحاس علاش نسمع خلاص خلص 2800 اورو الحمد لله اخويا عام كامل وخلصت 400 اورو للسكن حيت هما كيعطيوك الشوب تخيل معايا في هنغاريا عطاوني 6 شهور ديال السكن بشحال 400 اورو والله انت يعني وصلت لهنغاريا مشيت له هنغاريا دوزت فيها شهرين اه وي مشيت لبودابست مشيت خربقت في هنغاريا تاعي يعني ما زدتش معايا فلوس هذا هو الحلم اخويا تشوف الاهرام تما هذا هو انا ما شاء الله اخي البلان ديال المنحه حتى هو بلان البلان ديال المنحه هو انا كنشوف واحد الفيسبوك غادي دير غادي دير لا شنو نجيب خويا في تركيا وخصني نوريك فان كاع جبني واحد جو فان كاريا انا نقلب ليك لا مشينا اخي في الجو اش هو فان كاريا علاش ما هنغاريا ما جيتش لهنا شتينا ها هذا هو الجروب الدراري الشيء هذا هو الجروب باش طلعت انايا ستيبين ديال يعني في الحدود ولكن ما خصكش تقول لهم كوكو راك باغي يطلع حارق فهمتي لعبها ناضي شد راس بحال باغي تمشي تقرا اللي يسولك قول خويا انا راه انتريسي باغي نمشي نقرا باغي ندير شو ولا عرفوك باغي تحرق ولا شي حاجه راك بنادم كيخاف كيف فهمتي ما كيبغيش يعاونك نو اللغة ما كيطلبوش تكون عندك اللغة اللغة كتشد دوز حيت هما طلبوا ليا انا لونجلي انا ملي دوزت الانترفيو كتبريباري ليه فهمتي كيسولوك شي اسئلة بعد الصاد بريزونطاسيون شنو كدير شنو كدير دابا شنو كنتي المهم راه كتصيفطهم السي في ديالك كيبقاو يسولوك على السي في ديالك ولكن فيديو ناض فيه جميع المعلومات اللي وشهادة اللغة كتخاد اونلاين ما كتمشيش دوز شي سونتر امريكان ولا شي حاجه كاين واحد لابليكاسيون سميتها بوسو انا بلاتي اطون زيد ليك شهادة اللغة ديالي انايا اللي صيفط ليهم بعد لقا الهيبة درت كاسكيطا هكا براسي يا اخي شو السيمات هادي هادي سي لابليكاسيون هي اللي كتقدر تعطيك هاد المهم كتقدر دوز لي تيست دوز كتجيب سكور هنا بحال انا عندي تيست ها لايف كنت كنجيب غير 60 هذا كنطلب واحد نقولوا مثلا فاز اش كنعاود قبضوه قبضوا خير تجيب سكور كبوا عليه لاسيت قالوا دروك تهضر مع امك تقول لهم راني وي وي بطبيعه الحال ضروري باك جايهم الفلوس راه نسيت صرفتوا الفلوس راني وصلت ضروري غير خصك الباك اخويا قالوا راه ضروري الباك راه المينيموم فهمتي راه سي نورمال وي لاج اخويا المهم 25 لتحت سينو تقدر تكونتاكتي الجامعه يديروك كا اكسبسيوني هذيك الساعه هما ملي كيقبلوك همايا اربعه ولا القنصليه ما عندهم ما يديروا لك حيت كيقبلوك همايا المهم هو انهم يعطوك
هذيك لاكسبتاسيون ديال لونيفرسيتي ملي كتشد لاكسبتاسيون سي بون ما كتبقاش تصور وملي كتمشي القنصليه ماشي هما اللي تياخذوا الديسيزيون واش انهم يقبلوك ولا ما يقبلوكش. تمام الملف ديالك كيمشي لهنغاري كتشريطه كتمشي الباسبور ديالك كتشريطه وكترجع وكيرجع سي بون القنصليه ما عندهاش ماشي هما اللي كياخذوا واخا يشوفوك زعما ما كتهضرش مزيان ولا حيت القنصليه سي نورمال غادي يسولوك علاش غادي شنو باغي دير شنو باغي دير من بعد عام ولا بارت شنو الاهداف ديالك واخا ما تجاوش مزيان ماشي مشكل. انا الحمد لله داز داكشي عندي الحمد لله فهمتيني بزاف شحال واحد نعرفو 10 سنين هو يريسكي خويا باش كيصيفطوك الفيزا كتدفعها شهر ابخي 3 سمان جوسكا شهر هكا كيعطوك لا ريبونس كيقولوا لك كيصيفطوا لك ميل ولا كيعيطوا ليك با تيليفون كيقول لك اجي خاصك نهار واحد الدار ديرو شي براد حتى يخرج دار عندي والله لو نون دي يونيفرسيتي انا غادي نعطيه النادير غادي نعطيه النادير غادي نعطيه لسيد النادير النادير هو غيحط لكم فهمتي باش كلشي واصلا راه بداو دابا جو بونس راه فيفري راه بداو تسجل اوكي 34 اخويا اش نقول لك غادي غير تسقسي الجامعه فهمتي سقسي الجامعة راه تقدر تجي سقسي الجامعة المهاجرين جوا جا ما كنعرفش انا حتى شي حاجة نوريك انا الا بغيت درت لادريس هنا والله غادي عاد نصوب ادريس لقيت ليه يدير لك دوسيغ تينورا كيتدفع اونلاين اونلاين باغس يوسي ديال اليونيفرسيتي هما تيعطيو الورقه اللي غادي تجي لا كارت لا كارت حكم سينما فرنسا سينما تمشي ناخذ نورا باش نجاوبك كندفع اونلاين صافي وديك الساعه راه خويا عندي لابليكاسيون ديال لونجلا خويا سميتها بيسو اوكي خضره تروح عليك الدراري ولا خويا هاني نعاونو صاحبي تا بنادم يطلع صافي بليزير والله واحد عندك فين الا ما كتبتش في امازون الا ما عندكش خدمه انا عندك فين تمشي بدي خدمه لي شان سيدي كيما كنت قلت لك الدراري راه ولا تخدمش دبي وعامين فرنسا هي لابليكاسيون الدراري شتو يعني 3 سنين وعامين تكون فرنسا 24 ثانيه يكون عندك 12 في جي بي 24 ثانيه خويا انا قطعت في الثمن ديال البي اللي في ديك البريفكتور قطعت ديك الساعه قبل ما شهر القانون فهمتيني مع اير فرانس قطعت درت لي سكار في باريس شارل دو غول فهمتيني ملي قطعت درت لي سكار خرجت انا اصلا انا خرجت حيت عندي فيزا شي هي فيزا شنغن ماشي فيزا شنغن المهم عندي هذاك الاوروبي فوالا انا يا ملي وصلت لاباف ديال شارل دو غول ديال بوليس ديال الديوانه طبعوا لي وخرج خرجت مشيت كنسرك راك عارف لا توري فيل ولا تخربي المهم باش ديكوفري فرنسا ابخي رجعت حيت كان عندي لاسكا في 6 سوايع ابخي رجعت صافي ودخلت مشيت لبودابيست ما بودابيست انا علاش مشيت باش ناخذ كارت سيجور هذا الدراري هذا عرفت هادو الحبشي شتا هاد كارت سيجور هادي فيها عام وهي باش كنسركن دابا في اوروبا كامله فهمتيني المهم دابا انا راه عندي كما تيقول لكم نادر انا عندي الوراق ديال الشينوا الوراق ديال الشينوا اللي فاهم يفهم هما باش خدام وهذه دابا فاش كنكون خارج بحال هكا كنخرج بهذه كانني فهمت كانني مواطن كانني جاي نفيزيتي فرنسا وعنا كيحسدوا ما يبغيش تكون خير منه واخا انت راك باغيه حتى هو يطلع وهذا هو ما يبغيش تكون زين انا كنخليك شي سبوني في لي كومونتير بلا واك شوف من طيح شي هضره انا كيدخل بلا يقول لك شوف ديما كتكون زوين هذا ما كان خويا ماشي العبد اللي عندك مهدي عافيك بليزير والله فهمتيني يسب اخويا اللي يعرف باك يمشي يدعيها اخويا بليزير وهنغاريا راه مزيانه سهله الحمد لله موفقه وخاصك تكون اخويا والله
ما عندناش وما خصنا كي تبان لكم قوه ما باغيش تحرك فهمتيني انا فهمت قبل من قبل باش تقولش هذا راه شي واحد جيني ولا فهمتي شي واحد مطور انا راه بحالي بحالكم الدراري حتى انا راه انا ندير ها هو راه كنت كنشوفه في انستا كنت كندير معاه غير في انستغرام وكنا كنت باغي كاع ندير البلان ديال اللي كان كيبارطاج ديال روسيا من بعد اكتشفت هاد الطريقه هادي ديال هنغاري وانا نجرب فهمتيني جربت ايوا ملي جربت اخوتي انتما كتشوف المهم الخوت الاخواتات هنا غادي يكون سال الفيديو ديال اليوم كما شفتوا راني حطيت لكم الفيديو بلا مونتاج باش ما نقطعش المعلومات وجميع والمراحل الا كان عجبك الفيديو ديرنا لايك للفيديو باش يطلع باش كلشي يستافد السلام عليكم حتى نتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله.